قالت مصادر محلية أن القوات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين تبادلوا نحو 200 سجين في تعز. أعلن وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي أن المرحلة الثانية لعمليات تحرير نينوى وكبرى مدنها الموصل قد بدأت فجر السبت. نفذ الجيش التركي ضربات جوية في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا ضد 16 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني. أعلن الرئيس السوداني وقفا لإطلاق النار اعتبارا من اليوم السبت ولمدة 4 أشهر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. اعتقل 12 شخصا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات في أنحاء متفرقة من بلجيكا بعدما نفذت الشرطة نحو 40 عملية تفتيش. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعتبر الدرع الصاروخية الأمريكية خطرا عظيما وإنها ستعزز قدراتها الصاروخية الهجومية. وجهت الشرطة البريطانية تهمة القتل رسميا إلى المشتبه به في اغتيال النائبة العمالية جو كوكس. اقترحت الرباط السماح لنحو 25 موظفا مدنيا بالعودة إلى بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية. تفوقت ولاية كاليفورنيا الأمريكية على فرنسا بوصولها إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم. قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين الكرواتي والتركي بسبب شغب جماهيرهما في بطولة أوروبا. تكفلت الشيخة فاطمة بنت مبارك بعلاج والدي الطالبة السورية الحاصلة على المركز الأول في القسم العلمي في الصف 12 في الإمارات.